عبر الهاتف من الرياض أيضا ينضم إلينا ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث. نقرأ ما يحدث بعد ما اطلعنا عن آخر يعني بالأجواء مع الصحفي سيد حماد. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور ناصر. إذا ما تحدثنا عن أهمية ما ستؤول إليه هذه الاجتماعات اليوم، كيف ممكن أن نعنون بداية هذه النتائج؟ شكرا لك ومسي على المشاهدين الكرام. لا شك أن زيارة ترامب للمملكة العربية السعودية كما حط أولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية سبقها الكثير من الأمور التي قرأت ودرست بدراسة من أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الرياض بالتأكيد، خاصة أيضا خلال زيارة ولي العهد للولايات المتحدة بمارس. لا شك أن زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتقاء بالرئيس ترامب بحث أمر يمكن يكون خافي على الكثيرين، أن هناك مخطط إيراني روسي صيني لإخراج الولايات المتحدة الأمريكية وإضعافها في المنطقة. ولذلك حينما استمع ترامب إلى الرسالة السعودية التي حملها محمد بن سلمان كانت رسالة واضحة وجاءت بما أتت به اليوم من اتفاقيات لإعادة وجود الركن الرئيسي في المنطقة للولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيما يتعلق بهيبتها العسكرية أو هيبتها السياسية أو أيضا مصالحها. وبالتالي لم يكن هناك أفضل من محطة الرياض لاستيعاب هذه الرسالة على مستوى التوازن الدولي، وأيضا القرن 21 يحتاج إلى إعادة هيكلة سواء على مستوى الأقاليم أو على مستوى المصالح أو حتى أيضا على مستوى مجلس الأمن. حينما خرجت روسيا بثمان لاءات أو فيتو على قرارات تدين تدخلها وتدخل إيران في المنطقة، فبالتالي ما حدث اليوم من توقيع اتفاق بين المملكة برئاسة الملك سلمان وبرئاسة ترامب فيما يتعلق بالمذكرة الخاصة بين الدولتين هو إعادة صياغة الوضع في المنطقة وأيضا طيب إذا ما أردنا أن نفند ولو بدأنا عسكريا، طبعا يعني بات يوصف اليوم دور المملكة العربية السعودية بمكافحة الإرهاب كمدرسة بما أنجزته، مدرسة يعني متفوقة عالميا، هذا ما يقوله كثيرون بالتعامل مع هذا الملف. انطلاقا من هذا، كيف يمكن أن يكون التعاون أيضا بالمزيد والمزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب؟ المملكة رائدة في ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية تعترف والعالم يعترف بدور المملكة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، سواء فيما يتعلق بالفكرة وما يتعلق بالتمويل أو ولكن تظل المشكلة في الدولة التي راعية للإرهاب، وأمريكا اعترفت والعالم يعترف أن إيران هي التي ترعى الإرهاب، سواء من بداية انطلاقه من أفغانستان ومن باكستان ورعايته دعايتها يعني قادتها واحتضانها وتدريبهم ثم تمويلهم وتمريرهم إلى المناطق في العالم. ولو نذكر في بداية الانتفاضة السورية على بشار الأسد لا تذكرنا تصريحه ومقولته المشهورة التي يبدو أن الكثير نسيها أو لم يعطيها حقها، حينما قال لو تطور الحال في سوريا لحولت المنطقة إلى بحيرة من الدماء ولحولتها إلى صراع دولي، وهذا ما حدث. وبالتالي إيران وراء كل هذه المشاكل، وروسيا أيضا في عهد الرئيس أوباما أعطاها فرصة لتمرير مشروعها في سوريا من أجل الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط وإلى رأس أفريقيا. فبالتالي المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن المملكة أمريكا تثق في المملكة العربية السعودية أكثر مما كانت ثقة أوباما في طهران، وها هي ما تعود لطهران مرة أخرى. أنا أشكرك جزيلا. من الرياض كنت معنا ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث.